تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب مخدر الآيس، وعثر بحوزتهم على 200 كيلوغرام من مخدر الآيس، كما تم ضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 55 كيلو من مخدر الآيس و31 كيلو من مخدر الحشيش ومبالغ مالية كبيرة وقطع سلاح ناري، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب 257 مليون و200 ألف جنيه. كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية يقوم بتهريب المواد المخدرة بالإسماعيلية، وبحوزته طنان من مخدر المانجو ونصف طن من مخدر الحشيش و250 كيلوغراما من مخدر الهايدرو، وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات ب 43 مليون و250 ألف جنيه.